طيب يا بنات، اللي فلق دماغي بمشاكلهم ليل ونهار. على فكرة كل واحدة فيهم نايمة في بيتها دلوقتي مرتاحة، وانت نايم لي هنا على الكنبة المعفنة المحجرة دي اللي كسرت ظهرك. والله انا نام على الكنبه المعفنه المكسره دي وضميري مرتاح، احسن ما انام على ريش نعام وضميري بيأنبني. حرام بيه، اتفضل. قول له مش موجود، عزل. ازيك يا عباس؟ ايه ده؟ انت مش هتسلم عليا ولا ايه؟ مش عايزك توسخ ايدك، هتحط ايدك في ايد واحد حرامي؟ ما تقولش كده يا عباس، انت عارف كويس جدا انك اشرف واحد انا شفته في حياتي. يا سلام، والاكتشاف المذهل ده نزل عليك فجأة كده؟ الله، انت هتسيبني واقف كده ولا ايه حكايتك؟ اتفضل هنا يا محرم بيه. لو قعدت هناك يبقى مفيش كلام بيني وبينك، انا حدودي في الشقه دي هو المكان ده، هنا اوضه نومي وصالوني وكل حاجه، عايز تيجي اهلا وسهلا. يا سلام، عايز اجي وبس. طبعا اقعد جنبك، مش انا ليا مكان جنبك برضو ولا ايه؟ شوف يا عباس، من الاخر كده انا اسف، انا ظلمتك. ظلمتني؟ وجات لك منين الفكرة دي إن شاء الله؟ ده أنت شايفني متلبس، الفلوس قدامي والخزنة مفتوحة. لا، ما إحنا خلاص عرفنا الحرامي الحقيقي عشان ربنا يثبت براءتك. طب يا عباس، عندي مشوار هعمل واجع على طول. مين بقى الحرامي الحقيقي ده؟ ها؟ لا بعدين، خليها بعدين. لا بعدين ليه؟ ما هو عشان أنا أبقى بريء لازم يبقى في حرام حقيقي. ما انا يا ابن الحلال لو قلت لك مش هتصدقني. لا انا مصدقك، انا عارف مين هو، بس عايز اسمعها منك. حس كده بقى، الحرامي هو ابنك بيبرس عباس. انت عبيط يا محرم. مش قلت لك مش هتصدقني؟ اصدقك ازاي؟ في حد هيسرق نفسه فلوسه هيسرقها ليه؟ الحرام انا كنت عارفه بس ما كنتش اقدر اقول ساعتها. طب مين؟ مرسي، اللي انا ساكن معاه هنا. مرسي؟ ايوه صحيح، ده جه معايا البيت و... هو ما كانش قصده يسرق الفلوس، هو كان قصده يجيب لي جزء من حقي، بيخدمني. اسمع عباس، انا مخنوق جدا ومتلخبط وعايز اقعد اتكلم معاك شويه. قوم بينا، قوم تعال نروح اي حته نتعشى فيها ونتكلم. هيا عمر كلام حرام بيه؟ لا متشكر قوي يا متر. عفوا فيك. قهوة الحسين دمها أخف على قلبي. يا سيدي، أدينا بنغير جو. مش ليلى جات لي النهاردة؟ ليلى؟ جات لك فين؟ على سور الأزبكية. وأنا عقبال أمستك لقيت شغل. شغل؟ بتشتغل إيه؟ ببيع كتب على سور الأزبكية. يا نهارك أبيض. انت بتبيع كتب على سور الازبكيه يا عباس؟ وماله يا فرد؟ اهم حاجه ليلى بقت زبونه عندي. وليلى عرفت انت مين؟ انا قلت لها ان صاحب ابوها. لا 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 لا، كده الموضوع ما ينفعش، انا لازم اقولها. لا بلاش دلوقتي يا محمد، بعدين لما الظروف تتحسن انا هبقى اقول لها. انا كفايه ان انا بقدر اشوفها دلوقتي، ما اقدرش اتحرم منها تاني. انا حب ليلى يا محرم زي حب اي اب لبنته، ده حب متراكم 20 سنه لدرجه انه مدلدق على بنتين تانيه غيرها. بنتين؟ الله. طب لبنى اخت محمود اللي انا شغلته في الشركه وعارفينها، مين البنت التانيه دي بقى يا سيدي؟ بنت ربنا هو اللي بعتني ليها، انا مش عارف من غيري كان ممكن تعمل ايه. قمر ومنتهى البراءة اللي في الدنيا. تصور بنت حلوة كده قاعدة في شقة طويلة عريضة لوحدها، أي حد ممكن يضحك عليها. أنا سايبها دلوقتي عندها نزلة شعبية حادة، مفيش معاها حد يناولها كوباية مية حتى. بقول لك إيه يا عم عباس؟ البنت التانية دي أنا شاكك فيها، شكلها كده داخل على حب. حب إيه يا محرم؟ بقول لك دي قد بنتي، هحب بنتي؟ يا محرم أنت مش فاهم، أنا عندي تضخم عاطفي في مشاعر الأبوة.
انا عندي ابوه تكفي جامعه القاهره بحالها. ونبيت عليك كلام يا عباس. هاي انت بتشاور لي مين؟ هاي يا محرم بيه. تعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ دي رشا يا ابني. في حد ما يعرفش رشا؟ عباس رايح فين؟ عباس رشا مين ده؟ ده الدكتور بتاعي. اهلا يا دكتور عباس. اعرفك مجدي بيه. دكتور برضو؟ لا ده بقى منتج سينمائي هينتج لي فيلم. اهلا وسهلا. ده اللي خلاكي تنزلي وانت تعممه؟ معلش بقى المره دي سماح عشان خاطري. انا ما كنتش متصور انك كدابه بالشكل ده. انا غلطان ضيعت وقتي معاكي. دلوقتي فهمت الدكاتره اللي نازلين طالعين عندك بيعملوا ايه. انت صادقه في حاجه واحده، انك صاحبك مرض ملوش شفاء. تشرب حاجه يا دكتور؟ لا انا شربت. اشرب انت. ماله الدكتور؟ في ايه؟ زعلان عشان نزلت وانا تعبان. ولا يهمك منه، صحتك. يلا بينا طار. هي دي البنت اللي كنت بتكلمني عليها؟ انا عايز امشي من هنا. يلا طب والاكل اللي طلبناه؟ انا مستنيك بره. عباس رايح فين يا عباس؟